الحكومة برضك فتحوا الباب، لقوا ابني احمد واخدوه يعني فاتحين من عند زوره لغاية اخره خالص، واخدين كل اعضائه حتى عينيه حتى مخه كله حتى ايديه، مش مخليين حاجة فيها. ابني ملوش الموتة دي والله. مؤخرا وتقريبا شي اسبوع هذا انتشر واحد الخبر ديال اخطر جريمه وقعت في مصر واللي قلبت الراي العام المصري، ولا كلشي دابا كيهضر عليها في مواقع التواصل الاجتماعي. هاد الجريمه كتعتبر اخطر كارثه واللي اول مره كنظن انها وقعت في المجتمع العربي. القضيه ديال الطفل احمد محمد سعد اللي تقتل وتقسمت الجثه ديالو على جوج وتستخرجت الاعضاء ديالو بهدف البيع ديالها على موقع الدارك ويب. هاد القضية بدات نهار 15 أبريل سنة 2024، يعني الشهر اللي فات، وبالضبط من مدينة شبرا الخيمة بمصر في محافظة القليوبية أو محافظة الأليوبية كيف ما كيقولوا لها. أحمد محمد السعد اللي كيبلغ من العمر 15 عام تختفى من الحي ديالهم وما بقاش بان ليه الأثر. عائلته ما خلاو فين قلبوا عليه وما لقاو عليه حتى شي خبر. هاد الولد أحمد كان هو الصغير في خوته، وكيف كان قولوا كان هو آخر العنقود ديال عائلته وكان عزيز عليهم بزاف. أحمد في هذيك الوقيتة كان كيعرف واحد الشاب سميتو طارق أنوار عبد المتجلي حسن، وهاد طارق كان قريب ليه بزاف وكيتعامل معاه بحال خوه. طارق كان شخص اللي جديد في هذيك المنطقة، يعني ماشي بزاف باش سكن تما في محافظة الأليوبية، وكانت المهنة ديالو كهربائي. فجأة سكن تما كان خدم في واحد المقهى، وكان عزيز على الناس ديال المنطقة بزاف كبار وصغار. طارق كان قال لهم أنه مريض بالسرطان وأنه خاصو يخدم باش يعالج راسو، وحتى الناس ديال هذيك المنطقة تعاطفوا معاه بزاف وعطوه النية ديالهم وتقوا فيه. واللي زاد طمنهم كتر هو أنه كان شخص متدين وكيصلي صلاته في وقتها، وكان محترم، وكان ديما كينصح الأطفال اللي تما أنهم يديوها في قريتهم ويحترموا بعضهم وما ينساوش الدين ديالهم. نهار فاش اختفى أحمد كان طارق هو أول واحد سولوا عليه، بحكم أنه كان كيكون ديما معاه وكان متقرب ليه في هذاك الوقت. طارق أكد ليهم أنه ما شافوش هذاك النهار كامل، وحتى هو مشى قلب معهم عند الأصدقاء ديالو العائلة وفي كاع البلايص اللي يقدر يكون مشى ليها، ولكن للأسف أحمد ما كاين عليه حتى شي آثار. واحد الوقيتة العائلة ديال أحمد تفكروا أنه في هذيك المنطقة فين ساكنين كاين الكاميرات مراقبة واللي يقدروا يعرفوا بها فين مشى ولدهم مني خرج من الدار نهار 15 أبريل سنة 2024. وداك الشي اللي داروا، من يرجعوا للكاميرات كيلقاو ان ولدهم احمد اخر مره بان فيها كان مع طارق، ومن تما ما بقاش بان. مني سولوا طارق المره الثانيه على ولدهم قال لهم انه بالفعل شافوا هذاك النهار، ولكن مني تفرقوا ما بقاش عارف احمد فين مشى، حيت هو كان مشى للصيدليه. وبالفعل الكاميرات بينات لهم انه احمد فاش تفارق مع طارق كان مشى للصيدليه، وولدهم ما بقاش بان من هذيك اللحظه. الوالدين ديال احمد في هذيك الوقيته بقى ليهم غير يمشيو عند الشرطه باش يبلغوا على الاختفاء ديال ولدهم. داز اسبوع كامل وحتى خبر ما كاين على احمد، حتى لواحد النهار واحد السيده ساكنه في العماره فين كاينه الشقه ديال طارق شمت واحد الريحه خانزه خارجه من الدار ديالو، وهي اكيد مشات بلغات السكان ديال العماره. مني جاو تاكدوا من الريحه اللي كانت خارجه من هذيك الشقه قالوا انها كانت ريحه اللي مجهده ودايره بحال ريحه الجيفه. هما اكيد خافوا، وخصوصا ان احمد كان مختفي في هذيك الوقيته. اتصلوا بالشرطه باش يجيو يشوفوا اشنو هذيك الريحه اللي خارجه من الدار. شي ناس تما ما قدروش يتسناو الشرطه وحلوا الباب ديال الشقه، وتما كيتصدموا بواحد المنظر اللي ما تتخيلوش حتى في الحلم ديالك. لقاو الشخص اللي مقتول بواحد الطريقه بشعه، كانت الجثه مقسومه على جوج بالطول، والاعضاء ديالها مقطعين ومحطوطين في ميكاك حله قريبه من الجثه، وحتى العينين كانوا محيدين من الوجه. والصادم ان الجثه كانت ديال احمد اللي تختفى. الجيران في هذيك الوقيته قالوا ان القضيه هي تجاره اعضاء،
ولكن مني جات الشرطة والطب الشرعي لمكان الجريمة عرفوا أنها ماشي قضية تجارة أعضاء، حيت المكان ما فيش أدوات طبية، وحتى الطريقة باش تقتل وباش تقطع كانت عشوائية وماشي احترافية. أكيد الشرطة تحركات في هذيك الوقيتة وشدوا طريق، وحتى هو من أول سؤال ما عدبهمش واعترف بالمصيبة اللي دار. اعترف أنه هو اللي نفذ وهو اللي قتل أحمد بهذيك الطريقة، ولكن ماشي هو اللي خطط. قال لهم أنه كان تعرف على واحد الشخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهذاك الشخص كان قال له أنه تاجر أعضاء والأصل دياله مصري ولكن عايش في الكويت، وكان اقترح عليه يخدم معه في تجارة الأعضاء مقابل مبالغ مالية كبيرة واللي غادي تغير حياته للأحسن، وطلب منه يقلب على أي واحد في نفس العمر ديال أحمد ويقتله ويحيد الأعضاء دياله، ولكن يصور الجريمة فيديو صوت وصورة باستعمال تطبيق فيديو كول. وقال لي غادي يعطيه مبلغ ديال 5 مليون جنيه مصري، يعني 1,000,000 درهم مغربي. الكلب ديال طارق نفذ داكشي اللي تقال ليه بالحرف المميل، استدرج أحمد عنده للدار، قتلو وتبع الخطوات بالتفصيل من الشخص اللي كان في تواصل معاه في هذيك الوقيتة عبر تطبيق فيديو كول، حتى سال الجريمة ديالو على خاطره. ولكن اللي حمار كيبقى غير حمار، حيت طارق قبل ما ينفذ الجريمة ديالو ما كانت عنده حتى شي حاجة كتبت ليه أن الشخص اللي طلب منه ينفذ هاد الجريمة غادي يخلصه، وداك الشي اللي كاين. الشخص اللي في الكويت قال ليه أن هادوك الأعضاء ما نافعينوش وما غاديش يرسل ليه المبلغ اللي اتفقوا عليه حتى يعاود يطبق هاد الجريمة على طفل آخر، وطارق وافق على الطلب ديالو. قالوا أنه في مكان الجريمة لقوا أن طارق كان كاتب بعض الأسماء ديال الأطفال اللي كانوا في نفس العمر ديال أحمد، وكان ناوي يعود الجريمة مرة أخرى مع طفل آخر كل ما تمش القبض عليه في هذيك الوقيتة. الشرطة من بعد المعلومات اللي جمعتها قدرت تحدد الهوية ديال الشخص اللي طلب من طارق ينفذ هذه الجريمة، وتحدد حتى المكان ديالو في الكويت. واللي غادي يصدمكم، اكتشفوا أن ذاك الشخص كان غير طفل وكان العمر ديالو حتى هو غير 15 عام. بالتعاون ديال الجهات المختصة المصرية والجهات الكويتية والانتربول الدولي، تم الاعتقال ديال المتهم مع الأب ديالو وحجزوا على جميع الأجهزة الإلكترونية وتم الترحيل ديالهم من مصر. غادي تقولوا لي علاش تم الترحيل ديال الأب ديالو؟ حيت لقاو أن المتهم اللي في الكويت كان كيستعمل الشريحة ديال هاتف الأب ديالو في كل مرة فاش كان كيتصل بطارق. الطفل المتهم فاش كان كيتم التحقيق معاه اعترف انه هو اللي طلب من طارق ينفذ هذه الجريمه، حيت فاش اقترح عليه تجاره الاعضاء لقى طارق متحمس لهذا الموضوع وقادر يدير اي حاجه مقابل الفلوس. وقال لهم ان طارق كان كيتصور مع احمد وكان كل مره كيرسل ليه الصور ديالو معاه باش يشوف واش لاق لهذيك الجريمه ولا لا. واكد لهم انه فاش كان طارق كينفذ هذيك الجريمه كان معاه في اتصال فيديو وشاف الجريمه صوت وصوره، وكان الهدف ديالو هو يحتفظ بمقاطع الفيديو اللي تصورات باش يبيعهم من بعد موقع الدارك ويب مقابل مبالغ مالية اللي كبيرة بزاف. وحتى اللي ما عرفش اشنا هو الدارك ويب، دخلوا القناة ديالي وتفرجوا في هذا الفيديو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت وغادي تاخدوا فكرة على هذا الموقع، واللي ما كان صح حتى شي حد يدخل ليه حيت ما غاديش عرفوا تخرجوا منه. نرجعوا للقضية ديالنا. الشرطة اكتشفت من التحقيقات ديالها مع المتهم الطفل الكويتي أنه ماشي أول مرة غادي يدير هاد العملية، ولكن دارها شحال من مرة في مصر وفي شحال من دولة عربية، وكان كيشاهد جميع المراحل ديال القتل والتقطيع وإخراج الأعضاء، يعني كيبقى في تواصل مع المنفذ ديال الجريمة حتى الآخر. ولكن إلا جينا نفكروا، حتى هاد الطفل اللي طلب من طارق ينفذ هاد الجريمة ما غاديش يكون بالذكاء ديال الناس اللي كتخدم في الدارك ويب، حيت الناس ديال هاد الموقع مستحيل يكونوا بهاد الغباء باش يتعرفوا عليهم الشرطة بسهولة، الا اذا كان شي حد اخر هو اللي تيحرضو يرسل لهم هذا النوع ديال الفيديوهات. هاد القضيه باقي لحد الساعه كيحققوا فيها. العائله ديال احمد كتطلب القصاص، والصراحه حتى انا معاهم في هذا الطلب، حيت هذا النوع ديال المجرمين خاصهم اكثر من الاعدام. واخا كنظن ان المتهم الطفل الكويتي ما كنظنش يحكموا عليه بالاعدام حيت باقي تحت السلسله القانونيه. كانت هذه هي النهاية ديال القضية ديالت اليوم، والصراحة بغيت نعرف الرأي ديالكم على هذه الكارثة اللي وقعت.
كنصح من الاهالي انها تراقب ولادها وتراقب تصرفاتهم وتراقب الهواتف ديالهم حيت الوقت ولات كتخلع. الا كان شي جديد في هذه القضيه غادي نقول لكم فيديو اخر، وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب حيت هذا الشيء كيحفزني نعطي اكثر. شكرا ونشوفكم في فيديو اخر.